إن أردنا الحديث عن الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز محافظة الديوانية فقط، فإننا سنجد هناك الكثير من المشاريع والخدمات التي تحتاج إلى إعادة النظر والحلول الجذرية لتكون حقا فيها فائدة للناس. فإن أردنا طرق موضوع خدمات البنى التحتية، فإن الحلول البديلة حقا مخجلة، وتبقي المواطن في حيرة من أمره، ناهيك عن المنظر المشوه للمدينة. هذا الحل يدل على أن الحي السكني هنا يفتقد إلى شبكات صحيحة لتصريف مياه المجاري، والأغرب أن الناس هنا يدفعون إجورا إضافية مع فواتير الماء شهريا تحت عنوان خدمات المجاري. أما الطرق البعيدة نوعا ما وإن كانت في مركز المحافظة، فإن التبليط فيها لا يسر أحد، وأرصفتها تحتاج لإعادة تأهيل. تسجير للجزرات الوسطية يبقى في مشهد حزين في شوارع وإن كانت معبدة، لكنها لا تسر المركبات الحديثة والقديمة في الشكل والموديل. ولو تمعنا في حلول الحكومة في تخليص المواطن من أزمة السكن، فإن مجمعاتهم السكنية تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، لأنها مصابة بموت سريري. مجمعات سكنية متوقفة وقد بقيت أسيرة الرطوبة والتآكل، ولم ينجز منها إلا ما يجعلها ظاهريا فقط هي مجمعات سكنية، ولم تكتمل لتكون خلاصا للعديد من الذين يسكنون العشوائيات. أما إنجاز واستحداث دوائر خدمية تخص أمور المواطنين، فهذه عينة منها لتبقى من دون اكتمال. مشروع في حي سكني يبقى على حاله المهجور، وليس هناك من حلول بديلة لإكماله ليكون دائرة حكومية يجهل أهالي الحي هنا حتى اللحظة عنوانها الصريح. ولو بقينا نتحرى عن البقية لوجدنا هذا المستشفى المتوقف رغم الوعود الكثيرة بإكماله، وهذه المدارس المتقادمة والتي تستوعب رغم حالها الحزين دواما مزدوجا وثلاثي، وهناك المزيد من الرصد والمتابعة لمشاريع متوقفة وخدمات غير جيدة، وواقع معيشي لمواطنين تعود الوعود بإنجازها لكن من دون تنفيذ، وتغطياتنا المقبلة لكم وعدا مشاهدين برصدها. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.